اهلا وسهلا بيكم متابعي موقع مصراوي، وانا معاكم علاء احمد. يعني في لايف حي للارصاد والطقس، يعني في امطار متوسطه تسقط على القاهره يعني من الصبح. احنا شايفين الامطار لا تتوقف، وخصوصا في القاهره الكبرى امطار يعني شدتها بتبقى من يعني متوسطه الى شديده. الأمطار دلوقتي متوسطة تسقط على يعني القاهرة الكبرى، وأنا معاكم من منطقة المهندسين بالأخص. الأمطار زي ما أنتم حضراتكم شايفين يعني أغرقت الشوارع، ولو بصينا قدامنا كده شوية أهو، أنا هحاول أعمل لكم زوم إن، عربيات شفط المياه التابعة يعني للحكومة بتشفط المياه اللي يعني متراكمة في المناطق المنخفضه من الارض، يعني الحتت اللي هي يعني بتبقى منخفضه كده فالميه بتتجمع فيها. فعلى الفور على طول عربات شفط المياه بتسحب المياه ديت عشان خاطر حركه السير ما تتعطلش. وبرده زي ما احنا شايفين حركه السير ماشيه بشكل جيد، سواء في جامعه الدول، الشارع اللي قدامنا اهو ده جامعه الدول، والشوارع المتفرعه منه. المطره يعني مش كثيفه قوي في الوقت الحالي، لكن هي من وقت للتاني يعني بتزيد وبتقل. زي ما احنا شايفين الشارع، زي ما احنا شايفين كله زي ما قلنا هو يعني غرقان بالميه اهو، والمطر خفيف دلوقتي. يعني هو المطر دايما يعني في الوقت ده يا خفيف يا اما بيبقى متوسط، وبيجي وقت كده مره واحده يشد. والدليل زي ما احنا شايفين ان يعني الميه على الارض كتيره ازاي. طيب، هي هيئه الارصاد عموما كانت اتكلمت وقالت عن الطقس الايام ديت ان هو هيبقى يعني مائل للبروده، وهيبقى فيه تساقط الامطار. هيئه الارصاد من يومين طلعت وقالت ان من الجمعه، من الاربع 14 فبراير للجمعه 16 فبراير الطقس مائل للبروده، وقالت للمواطنين ان هم ياخدوا حذرهم، لان الايام اللي فاتت زي ما احنا عارفين يوم الثلاثاء ومن قبله كان يعني الامطار ما كانش فيه امطار، وكان الجو دافي، وكان يعني الجو زي ما بقول كده لطيف يعني، وما كانش فيه اي تقلبات جويه. لكن الارصاد حذرت وقالت انه من يوم الاربعاء الى يوم الجمعه هيبقى فيه تقلبات جويه، وهيرجع هيرجع يعني الجو يتعدل تاني، بس يعني ايه على فترات كده هيرجع دافي تاني. وقال ان الارصاد قالت ان لازم تاخدوا حذركم وتاخدوا التدابير اللازمه، اللي منها يعني اللي كان خفف هدومه يتقلها، واللي بيسافر على طرق سفر الصبح يعني يخلي باله من الشبوره المائيه تجنبا لاي حوادث لا قدر الله. وزي ما قلت لحضراتكم الارصاد حذرت ان يوم الاربعاء والخميس والجمعه يبقى في استمرار لتساقط الامطار، وبالفعل زي ما احنا شايفين الامطار يعني متواجده. في هتلاقي يعني كل واحد لو طلع من البلكونه عنده هيلاقي الامطار شغاله يعني. وزي ما قلنا لحضراتكم في بدايه اللايف اللي على طول المحافظه والحي بعتوا سيارات اهي لشفط المياه عشان خاطر ما يبقاش في اي مشكله في الطرق، ولا يبقى في تكدسات. يعني احنا عارفين ان البرك لما بتتكون من الامطار بيبقى في زي يعني عدم سيوله مروريه، بيبقى في ازدحام بسيط، لكن على الفور زي ما احنا شايفين كده عربيات شفط المياه موجوده. المطره وهي بتمطر يعني بيبقى زي ما احنا عارفين كلنا الجو بيبقى شويه دافي، تمام، لكن اول ما المطره تنتهي بيبقى يعني ترجع بقى حاله الطقس البارد. وده اللي قالت عليه زي ما قلنا لحضراتكم هيئه الارصاد، قالت يا جماعه خدوا بالكم ان من يوم الاربعاء ليوم الجمعه هيبقى في الاربعاء 14 فبراير للجمعه 16 فبراير في يعني طقس مائل للبروده وتساقط للامطار. فالارصاد حذر، واللي حذر منه الارصاد بالفعل حدث. ببساطه زي ما احنا شايفين الامطار شغاله على القاهره الكبرى،
وعلى محافظات تانية يعني كتير على مستوى الجمهورية. وقالت بالأخص برضو بالمناسبة هيئة الأرصاد على الموضوع دوت إن البحر المتوسط هيشهد ارتفاع للموج من نسبة 1.5 إلى 2 متر، والبحر الأحمر هيبقى فيه اضطراب، هيبقى من 1.5 لـ2.5 متر ارتفاع للأمواج. فده برضو ناتج عن الطقس يعني السيء الذي نشهده الثلاث أيام دول اللي هم الأربع والخميس والجمعة، يعني هو الطقس كده مستمر معانا كمان بكرة يعني على حسب ما قالت هيئة الأرصاد. وزي ما احنا شايفين برضو المطر يعني قدامنا أهو، تمام، يبان أكتر على المية اللي في الأرض، تمام، هي الأمطار وأنا بكلمكم لسه بتتساقط يعني، بس متوسطة يعني مش شديدة. مش عارف هل الأمطار باينة؟ فاللي نازل ياخد حذره، اللي نازل دلوقتي ياخد حذره، حاول على قدر الإمكان ما يمشيش تحت المطر بطريقة مباشرة عشان خاطر يعني لو رايح مشوار مهم أو حاجة. والصوت ده زي ما قلت لحضراتكم هو صوت لعربات سحب المياه أهو، العربية أهي أنا عملت لها زوم عشان خاطر يعني تسحب المياه المتراكمة في الشوارع تجنبا للتكدسات المرورية. وما فيش مشاكل في المرور يعني، حالة المرورية ماشية كويس في شارع جامعة الدول قدامنا أهو، ويعني الأمطار ما أثرتش على أي حاجة والحمد لله يعني. الفترة اللي جاية يمكن معانا الجمعة كمان على حسب بيان هيئة الأرصاد، يعني معانا يوم الجمعة كمان اللي هو بكرة هيبقى يعني الطقس مائل للبرود ولسه في احتمالية تساقط أمطار. وزي ما قلت لحضراتكم لازم ناخد حذرنا، نلبس تقيل يعني، ما نمشيش أو نخلي بالنا واحنا ماشيين على طرق السفر وبالأخص الطرق الزراعية في الساعات الباكرة عشان خاطر ما يبقاش في مشاكل، لان الرؤيه هتبقى يعني ضبابيه شويه عشان خاطر يعني الضباب اللي بيبقى منتشر الصبح في الساعات المبكره. الامطار يعني دلوقتي بقت خفيفه، يعني كانت من شويه بس يعني متوسطه بقت خفيفه. وهي من بالمناسبه الامطار يعني ما توقفتش، بقى لها حبه شغاله يعني ممكن نقول اكتر من 3 ساعات، يعني بقى لها ساعتين تقريبا. ف يعني منتظر حضراتكم الامطار شغاله زي ما هي. ده شارع جزيره العرب متقاطع مع سوريا، وكنا ورينا حضراتكم شارع جزيره العرب مع جامعه الدول. الامطار زي ما انتم شايفين يعني ما بتتوقفش. بشكر حضراتكم للمتابعه، وان شاء الله نشوفكم في لايفات تانية جديده. كنت معاكم علاء احمد.